في تصريح ليو تي في قال النائب عن تحالف العزم وتقدم ليث الدليمي أن اختيار رئيس الجمهورية والوزراء سيكون بالأريحية نفسها التي جرى فيها انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب. مشروعنا إن شاء الله هو مشروع نجاح، استطاعت أن تتكاتف الأيادي ما بيننا وما بين كتل أخرى من أخواننا الآخرين في التيار الصدري والديمقراطي، وأصبحنا كتلة كبيرة قادرة على أن تكون مؤثرة في أن تقول كلمتها داخل مجلس النواب. وما جرى اليوم من انتخاب رغم انسحاب بعض أخواننا الآخرين في الكتل الأخرى، لكن الغالبية العظمى بما يقارب 220 نائب موجودين تحت قبة البرلمان أجروا الانتخابات، اختاروا رئيس ونائبي، ومشت العملية الديمقراطية بأريحية عالية. ونعتقد أن الأيام القادمة سيكون لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة مساحة كبيرة من الأريحية أيضا. يعني مو نفس الأجواء اللي شهدت اليوم توقعاتك؟ يعني حتى الأجواء اليوم هي أجواء طبيعية، من حق الأخوة الآخرين أن يعترضوا، من حقهم أنه يطرحوا رأيهم، لكن بالنتيجة الكل احترم الجو الديمقراطي ومشت الأمور بسلام.